اليوم هو اليوم السابع، نحاول نبدأ من قرش واحد ونوصل أبو فلة في 30 يوم. أمس رحنا وسط البلد ما سوينا ولا شيء للأسف، والحين عندنا اجتماع مع أبو صالح رايحين عليه، احنا متأخرين للأسف. فلا تنسوا اللايك والاشتراك قبل بداية المقطع ومنصة احسان تحت في الديسكريبشن، وشكرا لكم على كومنتاتكم وشكرا على كل شيء. ويلا خلينا نخش على الاجتماع. اليوم يا عيال راح نسوي مقابلة مع عاطف الدعجة. والنعم والله. والحين احنا بسأله كيف راح اقدر اطلع فلوس وكيف راح اوصل القرش لابو فلة، فايش في اشياء يمديني اسويها يا ابو ركان؟ اولا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الله يعطيك العافيه عمي، ما شاء الله عليك، انت من بين عليك من الشباب النشامه والنشطين واللي عنده طموح. انت ما دامك شاب وعندك دراسه واكيد يعني عندك وقت فراغ كبير بعد ما تخلص دراستك او بالعطل، ممكن انك تستغل هذا الوقت بعمل معين، مثلا تعمل متجر قريب لك، سوبر ماركت، متجر ملابس، الاشياء اللي بتناسب عمرك وبتناسب القوه الجسديه عندك، وهذه الاشياء ما بدها خبره كبيره يعني. صحيح. العمل الثاني ممكن انك تشتغل مثلا مع جماعه الاونلاين، مثلا بتسويق الملابس، بتسويق منتجات غذائيه، الكترونيات، تعمل علاقات مع أصحاب هذه المتاجر لأنه هم ما بيكون عندهم وقت فراغ كبير، ممكن كمان يكون لك نسبة معينة وأنت بتشتغل وبتزيد النصيب تبعك. غير هيك أنه في يعني بالعمر تبعك كمان في محلات معينة محتاجين الشباب يشتغلوا عندهم، لأنه ما عنده وقت هو يعني صاحب المشروع يقعد، أو عنده فراغ، أو يعني ممكن مشكلة صحية أو الوقت أو عمله زيادة، فبحاجة أنه الشاب يساعده بهذا العمل، أو لما يكون مش موجود أنه يداوم محله في عمل جزئي. واللي بدور الشغل، الشغل يعني بالنهاية هو عبادة، والرسول صلى الله عليه وسلم رسولنا أوصانا بالعمل. والجميل جدا الإنسان أنه يعمل، أما الإنسان يظل نايم بالبيت ويظل مركن على أهله يعني بالأخير أكيد ما راح يعني يحقق طموحه. كل إنسان له رسالة بالحياة، رسالة أنا أوجهها دائما للشباب، يعني إذا أنت لا تركن حتى لو أهلك يعني بيساعدوك ووضعهم مليح، لازم يكون عندك اعتماد على نفسك، لأنه العمل هو بيفتح لك آفاق كبيرة، بيفتح لك آفاق عمل، علاقات اجتماعية، ممكن علاقة اجتماعية مع إنسان ما يفتح لك آفاق عمل كبيرة، ممكن تسافر معه، ممكن يكون عنده رأس مال ومحتاج إنه يشغله، بده ناس يشغله. دائما الإنسان يبحث وما يوقف عند نقطة معينة، ويكون طموحه دائما عالي، دائما الإنسان صاحب الهمم والطموح بصل. أيوه. وهذه رسالة أوجهها للشباب وأولهم ابني. يعطيك العافية يا عمو. زي ما شفتوا، فأحنا الحين حنحاول نسوي أشياء من اللي قالها عمو الله يعطيه العافية، فراح نسوي ونحاول نبيع يعني عشان نقدر نطلع فلوس قد. طيب يا شباب، الحين نبغى نتكلم، دام احنا رايحين لمكان فنبغى نتكلم عن اخلاقيات السواقه. عمي ابو ركان راح يقول لنا كيف تسوق زي الناس. اخلاقيات السواقه مهمه جدا، وخاصه عندنا بالاردن للاسف، يعني من السلبيات الكثيره انه الزمور مثلا. ما يعني الزمور بشكل يعني بداعي او بدون داعي، دائما يعني ايد معظم اخواننا السواقين ايده على الزمور، وهذه انا بعتبرها يعني ناحيه مش صحيه، وبصراحه يعني ظاهره يعني والله سيئه جدا. يعني احيانا السائق ما بيعطيك يعني حتى فرصه انك توقف، ممكن يكون في ازمه، ممكن يكون قدامه شيء انت اللي وراه مش منتبه يعني هو ليش وقف، او يعني افتح له مجال. دائما نخلي يعني عندنا الصبر بالسواقه بالذات، يعني هي السواقه اول لما دربنا السواقه كانوا يقولوا لنا السواقه فن وذوق واخلاق، لكن للاسف والله انا ما شايف الايام هذه لا في فن ولا في ذوق ولا اخلاق. احيانا بتحس واحد موقف بنص الشارع وبحكي مع السياره الثانيه ومسكر وراه، وهذا يزمر له ولا عنده ولا عند باله، يمكن هذا الاخ يعني يكون وراه مشوار ضروري جدا، لجامعه، لطالب لجامعته، مدرسة بدها تروح للمدرسة، واحد مريض بده يروح، أو طبيب بده يروح على عيادته، يمكن يكون عنده ظرف مستعجل، إنسان طالع على المطار وعنده ظرف مستعجل. حتى الخمس دقائق هاي إحنا نقول يعني إن الوقت مش مهم، لا مهم، ممكن هاي الخمس دقائق تفرق معه، ليش أعطله؟ الناحية الثانية ألاحظ إنه أحيانا إخواننا يعني بكون على مصرب يمين أو شمال، ما بحسوا إنه صار قدامك ماخذ المصرب، المش إله، ومعظم حوادث السير من تغيير المسار بالفجائية، وقديش البلد يعني فقدنا الشباب من هذا الموضوع، السرعة الزائدة
كمان ننبه عليها. قديش فقدنا الشباب الوطن، وهذول عزيزين علينا طبعا من وراء السرعه المتهوره. يا اخي انت مش رالي، انت مش رالي. وبعدين اللي ماشي 100 واللي ماشي 70 او 80 الفرق بينهم والله لا يتعدى الخمس دقائق. الخمس دقائق انت هذول لما تنضرب سيارتك لا سمح الله بده تبلش بين الكراجات وبين القطع وبين الميكانيكيه وخساره ماديه، واذا ضربت بني ادم كمان تبلش فيه كمان مستشفيات وعطوات وجهات. انت بغينا عن كل هذا الكلام. فخلينا دائما نتروى بالسواقه وتكون فعلا ذوق، وندير بالنا على اخواتنا اللي بالسوقن كمان. يعني هذول في بعضهم يعني الانثى من زي الرجل انها بالسيطره بعضها، رغم انه انا بقول مرات في بعض الستات والله سوقتهم احسن لسه من الرجال. فأتمنى من الجميع التعاون وأخذ المسرب والسواقة بالهدوء، وخاصة بالظل الظروف الحالية المطر، يعني الخير علينا إن شاء الله. وأتمنى السلامة للجميع، وأتمنى أن كل واحد يرجع لبيته السالم، سواء شاب متزوج يرجع لأولاده، مش متزوج اللي برجع كمان الشاب الطالب يرجع لأهله بالسلامة يا رب العالمين. وأتمنى أن ظاهرة الزمور أن نتخلص منها. وشكرا. يعطيك العافيه عمي ابو ركان. يا شباب اقسم بالله هذا اكثر شيء صدق صاير في الاردن، فلازم تسمع عمي كلام ابو ركان. فشكرا لكم، ويلا خلينا نخش على المقابله. يا شباب وصلنا الحين عند ابو صالح. الاسانسير ما ادري ايش فيه، يا رب نموت، بس ان شاء الله يكون كل شيء تمام، تكون المقابله حلوه. وبس كذا خلصنا الاجتماع وكل شيء تمام. بكره قالوا بردوا لي خبر ان شاء الله، فيعني يعطيهم العافيه ابو صالح، وان شاء الله في شيء قريب زي ما قلت لكم. ويلا الحين نرجع نبيع مويه اتوقع. نلف سياره نحاول نطلعها الشارع. يا خلاص تمام، خلاص يعطيك العافيه حبيبي، شكرا. شباب لفينا السياره كانت خربانه، والحين رايحين على فرع ابو صالح، ويلا ان شاء الله كل شيء خير. طيب الحين يا عيال زي ما تشوفوا اول يوم ابو صالح تجربه، فبنخش وان شاء الله يكون كل شيء حلو، وبنوريكم ايش راح نسوي، فان شاء الله تكون الوظيفه حلوه. ويلا زي ما تشوفوا هنا الايسكريمات يا شباب، شوف 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 هذا الايسكريمات، وهنا العصائر، يعني شغل شغل شغل. هذه هي هاي، حط مكسرات وعسل اضبطها احط اي شيء، وايش احط هاي ومن هاي. اوكي الحين جانا اول اوردر، نحط هذه كذا كثير ولا كويس؟ كثير كثير احلو، بنحط من هذا. اشوف اشوف اسمع شو بتسوي بتعمل هيك. اشوف هذا اول طلب، ايش اسم الطلب؟ افوكادو. قسينة سقينة سقينة افوكادو مع قشطة وعسل مكسر. يلا 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 نروح نوصل. طيب الغطا وين الغطا؟ هاي الغطا هنيك، روح غطي. يلا 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 يلا، هذا الغطا صح؟ هذا كذا دن. اوكي يلا، هذا اول واحد دن يا شباب. عيال احنا المفروض يعني تقريبا نحاول 10 شيء زي كذا، اليوم تجربه بنشوف كيف الوضع وان شاء الله كل شيء تمام. بس نسيت شو اسمها، كنت عاملينها جديده قبل اسبوع. الاسبوع اللي قبل اسبوع ايش تقريبا ايش كان لونها اذا بتعرف؟ والله ايش اللي نسيت؟ نسيت؟ قاعد بتذكر اسمها، صفيت جاء عليها وصفيتها نسيت اسمها. طيب كيف عرفها انا؟ محطوط على الصور هون شوف. لا ولا صوره جديده. دواق الكاسه الصغيره. طيب ثواني يا شباب، شوفوا شوف شوف الفن، شوف والله احتراف. ايش اسمك؟ معاذ. معاذ افضل واحد، وانت؟ احمد النبالي. احمد افضل شباب يسووا عصائر في ابو صالح. هذه البقلاوه تفضل. والله هي والله هي هي. اوكي حلو كويس الحمد لله لقيناها. كويس اخيرا لقيناها. هذه الاولى، الثانية البقلاوة افوكادو، وهذه الاسكريمات يا شباب. يا سلام، الحين نسوي بركان صح؟ بركان اول شيء شي تسوي كذا. هذا ايش؟ ايش نوع هذا؟ تشيز كيك. اوكي بابلز، زين بابلز، حط ايس كريم كذا. الاولى دن كذا، ثنتين دن. يا سلام، ايش الطلب؟ اوكي لايك وشير وسبسكرايب. ترى هو بيقطع الفوز. الله، عيد عيد الحركه. الله عليك يا سلام. يا شباب سوينا الثلاثه، وتقريبا الحين خامس طلب، والله ما ادري بس انه كثير مره.
وكذا يكون تمام ضن الضن. بس والله هذا كان يوم السابع. شكرا لكم على المشاهدة. لا تنسوا لايك واشتراك ومنصة إحسان تحت في الديسكريبشن. وإن شاء الله وحيكون مع أبو صالح شغل مرتب وراح نوصل قرش لأبو فلة. السلام عليكم.